Thank you.
نعم يعني كانت يعني فاكتورين بورتون. احنا عندنا يعني ثلاث جمعات وحنا نحضروا في الدفاع هذا تاع 3-3، ماشي فقط ضد المجمع ولكن ضد الفريق الكل. ودرنا يعني مقابلة هائلة في الدفاع، فريق المجمع يعني فريق كبير ولاعبين كبار، ما لقاوش الحلول يعني مقابلة كامل. والحمد لله احنا اليوم فزنا على المجمع، بصح ماناش بطل، مازال مقابلات يعني جايين. نعم لما تكون يعني تجدد فريق وتكونوا كما قلت لك في السابق، لازم تكونوا بالنتائج الإيجابية، ما تقدرش تكونوا بالنتائج يعني السلبية. لما تفوز على سكيكدا في سكيكدا وعلى المجمع يعني فريق كبير، تسمى رانا يعني نورمالمون على التاريخ الصحيح إن شاء الله. والله غير كي تشوف بيبلي كيما هذا موراك مساند في الفريق، تولي تمد لي فور بلوس. اون ترافاي سيت سيمان 3-3 بارابول ليكيب تاع جي اس بي، بازين على لي زاري تاعهم اللي عندهم لي تيرور بزاف، اللي عندهم لي تيرور قدرنا الحمد لله فيك السوتيا تاع الكارديا اللي كان في نهار اليوم، جبد بزاف لي بال كيعاوننا بهم، وحنا ثاني كنا طرافاي بيان فون دافونس بارمي لي ميور ماتش. باسكو ميم في سكيكدا لعبنا ان كرون ماتش على الاكستيريور، كونفيرمينا السمانه هذه بلي ليكيب هذه الناس كانت شاكه فيها، قال لك تبدل 90% تبدلوا لي جوار، قال لك ما كان والو هذا العام، بصح الحمد لله رانا نخدموا ورانا بروفي بلي الحمد لله قعدنا في المام ستاتيو. والله الحمد لله يا ربي، يعني كاع وانا سمانه ماشي كاع عام كومبلي وانا نخدم ونستنى الفرصه هذه اللي جاتني. مالغي كو لو ديبور تاع سامي كربوش ولا بليسير تاع عادل بوسمال، يعني زدت حفزت روحي ودرنا هكذا باش زدنا درنا باش نقولوا باللي فريق شباب براقي، باللي فريق كبير مالغي كو لو شونجمون كاع يديك ولاعبين شباب وعندنا في حراسه في المستوى. الحمد لله يا ربي ربحنا فريق كبير معروف مجمع البترولي، الحمد لله لعبنا ماتش كبير في لا ديفونس ولا في لاطاك، لا ديفونس 3-3 كاع لي ماتش لي تعيا فيه الحمد لله. والله شوف في الشوط الثاني نقول قبل ما نتكلم على الهجوم، نقول كان الدفاع تاعنا سجلوا 19 هدف، نقول الدفاع تاعنا كان في المستوى، نقول ماهوش الدفاع تاع الفريق الخصم اللي كان قوي. في الشوط الاول ما صبناش بعض الحلول، نظل ما كانش نقص تركيز تاع بعض اللاعبين. الحمد لله في الشوط الثاني دخلنا وصبنا الحلول، نقول ضيعنا 14 كور امام الحارس، هذا ما تسمحلكش في المباراه هذه. نقول صبنا اشاك فوا اون تروفي دي سوليسيون بور اتاكي يا اشاك فوا قدام الحارس، ونقول سا سي ما تسمحلكش في المومون ديفيسيل في هذا الماتش. ان شاء الله مازالنا مباراه اخرى ان شاء الله. انا تكلمت وصرحت قلت ما كان حتى مباراه تكون سهله، ولا حابين نفوزوا بالدوري هذا لازم نفوزوا كاع المباراه، وان شاء الله مازلنا مباراه اخرى ان شاء الله نعاودوا نصلحوا بعض الاخطاء اللي درناهم اليوم ان شاء الله، ونكونوا ان شاء الله حاضرين ان شاء الله. اول انزام لينا صح، مي احنا يعني الديبيو تاع الماتش لينا يعني كان اوت، كنا اوت يعني بلي ميتو. يعني كي تشوف الفارق تاعنا يعني 7-6 يعني تاع الشوط الاول تقول ما ماشي لي سينيورام يلعبوا، مي واش حنقولوا احنا ما باليش يعني ماشي بالك عندنا عقده هنايا ولا ما باليش الناس بنحوها. ان شاء الله عندنا فريق يعني صح هما سيدي جون براقي يلعبوا وحنا ما كناش فيه نهضنا، ان شاء الله نعوضوا. عندنا ماتش مع عين توتا وبراقي البرج، ان شاء الله نعوضوا في المباريات هادو. نحب نشكر يعني حارس براقي بو خاتم اسلام اللي دار مباراه كبيره، وان شاء الله يكون فالخير ان شاء الله ويكون في المنتخب ان شاء الله ولما لا. نحب نشكر يعني الجمهور نيكال الرياضي، شاف يعني جمهور براقي نيكال الرياضي يعطيهم الصحه، كانوا في البلاي ان شاء الله نعوضوها.